اعتقد موقفه هيبقى صعب جدا. يعني حكايه تدخل المستشار تركي او الشيخ من عدم، وهذا الكلام يعني هو نفس الراجل نفى هذا الكلام وقال ان هو ملوش دخل بيه وقال ان هو ما بيتدخلش فيه وقال انه ملوش مصلحه على الاطلاق في انه يبعد كرتون عن نادي الزمالك يعني. فالموضوع يعني مجرد طبعا كلام بيطلع وكلام بيتنطور على السوشيال ميديا وكلام من هذا القبيل، اعتقد انه الراجل يعني بعيد بدرجه كبيره جدا عن هذا الامر. استاذ محمد، يعني مهم قوي ان احنا ناخد راي حضرتك بما ان حضرتك واحد من القامات الرياضيه الكبيره في الصحافه المصريه، هل كارتيرون كان بالفعل واخد قرار الرحيل ولا لما وصل له العرض لقى ان العرض كبير مقارنه بما يتقاضاه بنادي الزمالك، وفجاه في يوم وليله قرر انه يذهب للمستشار مرتضى منصور ويخبره انه ذاهب؟ لا هو حسب، انا مش هقول لك يعني معلومات، ده حسب تصريحات كارتيرون نفسه. هو قال ان هو بيفكر في الرحيل منذ عده شهور، قد تكون 3 شهور 4 شهور من بعد ما جت كورونا، من ايام كورونا، لان طبعا الراجل يعني عمل لمسه مع نادي الزمالك بعد فوزه بالسوبر الافريقي، بعد فوزه بالسوبر المصري، بعد تقديم عروض كبيره جدا قدام الاهلي قدام بيراميد، حس ان الراجل بيقدر يعمل شغل كويس في مناسبات كبرى في كره القدم يعني، فبدات الانظار تتجه اليه، فهو اكيد جات له عروض وجاله كلام وجات له حواديت. طب وغير كده ان هو كان حاسس ان الاجواء مش مهيئه ليه بالنسبه لذلك. طب هقول لك حاجه يا احمد، قد تكون مفاجاه للبعض، ان الفتره بتاعت كورونا اللي سافر فيها فايلر ومكان فيه صعوبه ان هو يحضر لمصر، كارتيرون نفسه عرض على ناس ان هو يروح النادي الاهلي. كارتيرون عرض ان هو يرجع للنادي الاهلي؟ عرض ان هو يرجع للنادي الاهلي. لماذا؟ لا هو كان حابب ان يرجع النادي الاهلي تاني يعني. يعني كان عنده استعداد ان يفسخ عقده مع نادي الزمالك ويرجع النادي الاهلي في الفتره اذا فايلر ما جاش للنادي الاهلي، لانه كان لسه واخد سوبر وافريقي ومصري. شوف دي مفاجاه. لكن النادي الاهلي رفض دي، بص دي معلومه مؤكده، لكن النادي الاهلي رفض هذا التوجه خصوصا بعد ما توصل الاتفاق وفايلر رجع يعني. لكن حكايه ان هو يعني هو عنده رغبه انه يمشي من نادي الزمالك، سواء انه مثلا كان يرجع النادي الاهلي تاني او يجي له عرض خليجي اكتر من مره حد يتكلم معاه، ففكره ان هو كان يمشي او يسيب كانت موجوده جواه لسبب ما اسباب تخصه هو يعني. فده كان متاح وكان مطروح من فتره. فنيا مين افضل، فايلر ام كارتيرون؟ بص يعني ال 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 لغايه دلوقتي فايلر ماشي في طريق معين وليه اهداف بيحققها، اول هدف بالنسبه له كان الدوري، اعتقد قدر يحسمه بشكل كبير جدا. تاني هدف دوري ابطال افريقيا، ده لسه ما اتحسمش. كارتيرون جه مسك الزمالك بعد فتره من انطلاق الدوري وقدر يحقق بطولتين اللي هم السوبر الافريقي والسوبر المصري. فايلر خد سوبر برضو من الزمالك اول ما بدا يعني، يعني دخل سوبر ودخل سوبر كان موجود يعني بس ما خدوش من كارتيرون. سوبر بقى عرب 3-2 بالظبط، مباراه سوبر اللي هو كانت اول مباراه بالظبط يعني، كانت اول مباراه لفايلر مع النادي الاهلي يعني. فالمقياس الكبير جدا، لكن الراجل ماشي وقدر في الدور الاول او قبل كورونا قدر يعمل نتائج كبيره جدا ويعمل شكل جميل وشكل يعني مختلف بالنسبه للنادي الاهلي، عمل شخصيه للنادي الاهلي مختلفه في اللعب والكره واداء هجومي وتحركات ولعب واهداف، تقريبا حسم الدوري بشكل مبكر يعني، فنجح في الجزء الاول من التجربه اللي جه فيها. الجزء الثاني المفروض يستكمله، هل هيستكمله او ما يستكملوش؟ اعتقد انه طبعا وصوله النصف النهائي انجاز كويس وطيب بالنسبه له، لكن الاهم ان هو يفوز بدور الابطال المهمه اللي النادي الاهلي جايبه عشانها يعني، الاهلي جايبه لهدف اكبر واسمى اللي هو دور الابطال. هتيجي تبص لكارتيرون، كارتيرون راجل مشي وحقق اهداف في اطار المتاح ليه وقدر يوصل لنصف النهائي، فالاثنين ماشيين بشكل جيد وشكل كويس يعني، ما تقدرش تفضل، لكن طبعا كارتيرون يفضل بانه قدر يحسم المسابقه ويخلص الدوري والمسابقه. وجود جيمي باتشيكو على راس الاداره الفنيه لنادي الزمالك من جديد، من وجهه نظر حضرتك هل هو طوق النجاه لنادي الزمالك ولا هيكرر تجربه فشل الولايه الثانيه في نادي الزمالك، خصوصا ان ما فيش مدير فني اجنبي في نادي الزمالك عاد مجددا ونجح؟ يعني بنتكلم عن اونري ميشيل فشل في الولايه الثانيه، كابرار، بنتكلم على مدربين مصريين اخرين، هل باتشيكو هيقرر التجربه الفاشله للولايه الثانيه ولا هيكون طوق النجاه لجماهير نادي الزمالك؟ هو انت اتكلمت على التجربه الاولى لباتشيكو، تقريبا خد 12 مباراه مع الزمالك، خسر مباراه يعني، كان راجل عامل تجربه كويسه ومدربين الكويسين المميزين اللي كان لهم بصمه فنيه على نادي الزمالك، وتكاد تكون قدرته في طريقته في اللعب قريبه من طريقه كارتيرون، لانه بيهتم بالمنظومه